اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الشهاده الجديده للتاريخ. مشاهدينا الكرام عندما يطلب منكم ان تتحدثوا عن ثوره يوليو عام 1952 في مصر. يقينا سنجد الكثير من الافكار تتصارع وتتسارع لكي نصف هذه الثوره. ولكن ايضا نجد صعوبه بالغه في الاختيار من بين كل هذه الافكار. فبعد 67 عاما على قيام هذه الثوره وعلى الرغم من المذكرات التي نشرها اصحابها ممن شاركوا بهذا القدر أو ذاك في التخطيط أو تنفيذ الثورة إلى أنه لا يزال هناك العديد من علامات الاستفهام الجديدة وأسئلة قديمة جديدة تطرح نفسها كلما حلت الذكرى وتحيط بثورة يوليو وأحداثها ثورة يوليو مشاهدينا الكرام في كلمات دقيقة ومحددة جدا يمكن وصفها بأنها حدث غير وجه الحياه في مصر ولا يزال تاثيرها ممتدا حتى هذه اللحظه التي نتحدث اليكم فيها وربما يمتد تاثيرها لاجيال لاحقه. تبارى سياسيون مصريون كثيرون في نشر مذكراتهم وسيرهم التي تضمنت فيما تضمنت جوانب من ثوره يوليو عام 1952. ونحن هنا في قناة النيل للاخبار على امتداد تاريخنا معكم قدمنا لكم شهادات ممتده عديده حول الثوره سواء من شخصيات عاصرت الثوره او شاركت فيها. اليوم باذن الله تعالى نقدم لكم شهاده جديده للتاريخ حول ثوره يوليو عام 1952. صاحب الشهاده هذه المره يمكن وصف شهادته بانها شهاده اقرب الى القراءه التاريخيه. المتانيه والدقيقه من رجل اكاديمي متميز في هذا المجال شهاده نزعم انها ان شاء الله ستكون مميزه ومختلفه وسنجتهد من خلالها أن نقدم لكم ما يساعدكم على فهم امور كثيره مرتبطه بثوره يوليو عام 1952 ضيفنا في هذه الشهاده هو الاستاذ الدكتور جمال معوض محمود شقره وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية إذا تأملنا في أوراق سيرته الذاتية خاصة في الجانب الأكاديمي فهي حافلة بالكثير من النقاط المضيئة ولكن يكفي ان نشير الى بعض من شهاداته العلميه الكثيره المتعدده في مجال التاريخ ودراساته منها رساله الدكتوراه التي قدمها في سبتمبر عام 1993 ونالها بدرجه مرتبه الشرف الاولى من كليه الاداب جامعه عين شمس عن الحركه السياسيه في مصر من عام 1952 وحتى عام 1961. بعض ايضا الامور المرتبطه بسيرته الذاتيه هو مستشار رئيس جامعه عين شمس للشؤون السياسيه والاستراتيجيه مستشار تحرير مجموعه من المجلات المصريه والعربيه ادعوكم للترحيب بضيفنا الكريم دكتور جمال شقرة اهلا بك دكتور جمال اهلا بحضرتك في هذه الشهاده التي تقدمها للتاريخ ولله اولا ثم لجموع مشاهدين والاجيال الحاليه واللاحقه اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب كل عام حضرتك بكل خير ثورة يوليو ربما كما اجتهدت في هذه المقدمة البسيطة يصعب الإحاطة بها كاملة يا دكتور جمال تمام. رغم مرور كل هذه السنوات فإذا بنت لي يعني نأخذ خطا نرتب فيها أفكارنا تدريجيا لكي نحاول فهم الكثير من النقاط فإذا ما بدأنا بقراءة تمهيدية إذا صح التوصيف أو التعبير أو نظرة لثورة يوليو من خلال قراءة بانورامية أيضا إذا صح التعبير للتاريخ بدلا من ثورة عرابي في نهاية القرن التاسع عشر ثم ثورة عام 1919 في بداية القرن العشرين ثم ثورة يوليو في عام 1952 في منتصف القرن العشرين ثم ثورة يناير في بداية الألفية الجديدة وما تبعها من الخروج الأكبر في يونيو 2013 أشير إلى هذه الأحداث تأملا في سياق حال المصريين وتاريخهم مع الثورات لأن البعض ربما حتى في ثورة يناير وثورة 30 من يونيو ربما البعض يرى هذا يعني انه هذه الاهداف حاضرة في تاريخ المصريين على امتداد ثوراتهم العيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية الى غير ذلك. هل يمكن ان نذهب في هذا السياق وهذا الطرح انه ثورة 52 تاتي في هذا السياق الاشمل والاعم لحياة المصريين؟ بحييك على هذا الطرح لانه هو لا يجوز ان نفهم لا 30 يونيو ولا 25 يناير ولا حتى ثوره 23 يونيو بدون فهم السياق العام لحركه التاريخ المصري بحييك على استخدامك مصطلح السياق العام وعلى التاكيد على ان هذه الثورات هي حلقات في تاريخ الشعب المصري ولا يمكن ان نفصل حلقه عن حلقه. يجوز ان نتحدث عن ثوره عرابي لوحدها أه لكن غير صحيح ان احنا نتحدث عن ثوره عرابي ونهمل ما جرى منذ 1840 عندما ضربت تجربه محمد علي أه وتم تحجيم الجيش المصري. لا يجوز ان أه نطرح ثوره 1919 بدون فهم ل يعني انبعاث الحركه الوطنيه زمن مصطفى كامل ومحمد فريد وعدم القدره على تحقيق الاستقلال من خلال هذا الاسلوب اللي تبعه مصطفى كامل ومحمد فريد. نفس الشيء لا يجوز ان نتناول ثوره 19 بدون ان نعي جيدا الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه ما بين 1923 بعد فشل ثوره 19 وعدم آه نجاح الثوره في تحقيق الحريه والاستقلال وبقاء الاستعمار الانجليزي في مصر لا يجوز ان نفهم ثوره 23 بدون فهم المرحله الواقعه بين 1923 بعد ان تحولت مصر الى الملكيه وحتى 1952 مرورا ب آه وقائع مهمه واحداث مهمه معادله 36 وكيف آه ظلمت آه مصر وحدث 4 فبراير وكيف اهينت مصر في هذا الحادث عندما حاصرت الدبابات البريطانيه قصر عابدين. اخطاء آه الملك فاروق وفشل النظام قبل 52 لا يجوز ان نفهم انفجار ثوره 19 وتحديدا آه ثوره 23 يوليو وتحديدا من داخل الجيش المصري بدون فهم موقف القوى السياسية المصرية من الجيش نفسه وكيف أنها راهنت عليه راهنت على الضباط الوطنيين أن هم لا يقوموا بالثوره وده بعد آخر مع المقاطعة لكن أشير إليه وربما نأتي إليه مهم حضرتك جدا حضرتك هذا انت كان كان يعني. حضرتك من الجرأة أن أنت تطرحه دون مواربة فكرة إشكالية الجيوش في العالم الثالث ومدى اشتباكها مع السياسه او التاثيرات الممتده داخل الدول كان عندك من الجراه ان انت تطرحه يعني ده 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 في منتهى الاهميه لانه في ادبيات دور الجيوش في العالم الثالث وكان عليها خلافات كثيره جدا وهذا الذي دعا البعض الى وصف ثوره 23 يوليو بانها انقلاب ده هنأتي إيه أه ليه انا مش عايز اشتت افكارك تمام كم. عايز أه عايز بس أه اوصل كمان الى انه <applause> آآ 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 عبد الناصر نفسه استخدم تعبير رائع جدا وهو يكتب فلسفة الثورة إنه التاريخ لا توجد فيه فجوات يملأها الهباء وأضيف إنه التاريخ لا تصنعه الصدفة التاريخ إحنا بندرسه لأنه هناك قوانين وعلل إحنا بنبحث عن العلة وراء وقوع الأحداث بالشكل الذي وقعت <applause> به لكن مستخدمين منهج علمي صارم حتى نحاول ان نقترب من الحقيقه ولذلك اسمح لي اعلق على حاجه مهمه قوي وإنت, وانت حضرتك يعني تناولتها بطريقه جيده انك قلت شهادات ومذكرات والشهادات والمذكرات ليست تاريخا هي ماده علميه خام هذه الماده العلميه الخام بتقع في يد الباحث في علم التاريخ المؤهل والمحترف لدراسه الوقائع وبالتالي بيبقى امامه تلال من الماده العلميه بشوف انا مش عايز يعني ليست مبالغه يعني كم هائل من الماده العلميه وصائق ومحاضر اجتماعات ومذكرات ومقالات ومؤلفات وترجمات كتب معربه ويعكف على المقارنه مستخدما المنهج العلم اللي يقترب من الحقيقه فكتابه التاريخ علم وفن علم بالظبط انا انا عايز اوصل ل 30 يونيو وعايز استخدم نفس التعبير اللي حضرتك استخدمته في السياق العام انا ممكن ارجع لبيبي الاول واول ثوره في الدنيا ده انا انا قلت خلينا في الفتره الحديثه دي <applause> يعني اول ثوره في الدنيا عرفتها الدنيا هي ثوره عملها الشعب المصري <applause> أنا ممكن أنطلق من ملامح الشخصية المصرية وهي شخصية رغم يعني رغم إن هي شخصية تتسم بالصبر لكنها شخصية قادرة على الثورة ومفجرة للثورات <applause> وشوف أنت حضرتك يعني في فترة محدودة ده انت لو خدت بس حتى 23 يوليو ولغايه الان شوف الانتفاضات الثوريه والهبات والثورات الحقيقيه تدرب ربما يدفعني لاحقا دكتور جمال ان ايه اللي يخلي المصري يثور؟ طمع. لكن في تاملنا في سياق هذه الثورات هل يمكن القول ان المصري لا يزال يبحث عن تحقيق هدف ما لا يزال يسعى وراءه لعله بعض الشعارات رفعت في ثوره يناير وما تبعها العيش والحريه الكرامه الانسانيه العداله الاجتماعيه لعل هذه الكلمات تلخص امور كثيره تحتها تفصيلا ربما حتى ثوره يوليو 52 اشتبكت مع بعض هذه الاهداف في اهدافها السته هدم امور وانشاء امور هل المصري في قراءتك لحالته لا يزال يسعى لتحقيق هذه الاهداف العيش والحريه العداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه كمان. الحريه هنا طبعا تشمل معاني كثيره ربما تمام. في وقت سابق كانت تعني الحريه والتحرر من الاستعمار ومع لاحقا تعني أمور اخرى كثيره ممتده مم. شوف خليني خليني اقول لحضرتك انه دي مطالب الثوره الاجتماعيه من الفرعون بيبي نفس المطالب دي وخليني اقول لك انه هي مطالب انسانيه تروح الثورة الفرنسية هتلاقي هي المطالب دي تروح أي ثورة في الدنيا ولذلك يعني لما 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 تسأل عن لماذا تنفجر الثورات؟ أه في خصوصية يعني في لكل شعب في خصوصية لكن لماذا تنفجر الثورات؟ فأنت هتجد إنه لما بتتجمع مجموعة من العوامل يمكن عوامل كثيرة لكن أنا ممكن أختصرها لحضرتك عشان الوقت وأقول إنه لما لما بيعاني شعب من الشعوب من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة. وتتدهور أحواله إلى حالة فقر رهيبة لا يستطيع أن يتحملها. أدي عامل. أنت تتوقع على طول أن هنا أن لم يعالج هذا العامل يبقى احتمالات انفجار الثورة واردة. م. لما يجتمع ده مع فساد سياسي وإداري واستبداد على طول تبقى متيقن أنه الثورة بتولد أنت هنا بتتكلم بشكل مجرد بشكل فهي مجرد فهي وعام, مكان آه وعام مكان. آه لما تيجي آه تضم لده آه الفوارق الطبقية ال الهائلة و و وعدم انح و و وانحياز ال ال السلطة انحياز النظام م. لعدد محدود مش لل للأغلبية مش للسواد الأعظم آه لو جمعت الثلاث اسباب الكبار دول واضفت ليهم بقى دور المثقف الثوري. ده عامل خطير جدا يجب ان يكون موجود لان انت ممكن تكون مظلوم وما تشعر شاعر بالظلم الى ان ياتي هذا المثقف الثوري ويهيج ويسيس ويؤهلك ويثور لازم تقوم ثوره لو تجمعت هذه العوامل. ابحث بقى في اي ثوره من ثورات الدنيا كلها وبالمناسبة الثورة القديمة اللي هي أول ثورة في الدنيا بتاع بيبي ضد بيبي كانوا بيطالبوا برضو بالعيش والحرية آه بيطلبوا والعدالة بيطالبوا الاجتماعية, الاجتماعية وعملوا لجان شعبية <applause> <applause> وقالوا من اين لك هذا للحاشيه بتاع ال واضح الجينات والوراثيه ممتده ما هو انت شخصيه عظيمه آه انت مش عايزين نخش في شرح تفاصيل آه الشخصيه المصريه إن شخصيه عظيمه آه تمام طيب أه لكن انا من ضمن الاراء اللي تبعتها لحضرتك ان انت كنت امل انه المصري لا يحب الثوره لا يفضل الثوره اه ولكن... لا لا أه هو أه أه... أه تمام اتفضل اتفضل أه أه لكن ده بيدفعني اقول يعني اسال حضرتك معذره لو اذا كنت بقاطعك حيث لا يجوز ان انا أقطعك يعني لكن انا بحاول برضه استفيد بقدر الامكان من كل الامور الموجوده مم. وحضرتك موجود معنا في هذه الشهاده. اتفضل. متى يثور المصري اذا كان هو لا يفضل الثوره حسب رايك ولا يحب الثوره؟ انا هو اللي انا قلته انه اذا تجمعت هذه العوامل لازم يثور. آه. وانا انقل لك شهاده الشارع في الاتحاديه لما كنت بخرج للاتحاديه آه فكنت آه يعني بقعد ومعايا جنب العربيه وكراسي والشباب والجامعه عندي و فكنا بنلاقي احيانا واحد عنده 75 80 سنه طالع. فكنا يعجبني انا كباحث في العلم في التاريخ ان انا استضيفه يعني اقول تعال اتفضل استريح انت خارج ليه؟ 75 سنه و80 سنه خارج ليه؟ فهو يرد باللي حضرتك قلته ده ان هو احفاده مستقبل اولاده مستقبل احفاده هو الجزئيه دي مهمه جدا ليه؟ لانه هو بيثور لما بتسد امامه كل الابواب. عظيم. لكن هو وهذه عظمه في الشخصيه المصريه هو مدرك ان الثوره حدث استثنائي مثله مثل ومثل الزلازل والبراكين. ولذلك مستحيل أنه هو يثور على طول يعني وده ضد ضد الطبيعه الانسانيه هو بيثور عشان يحقق مطالبه. احنا عندنا بقى حاجه تانية كمان في الشخصيه إن أنت مش جبت الريس يشيل بقى هو. ما أنا أنا خلاص غيرت وشلت الفرعون أو شلت الرئيس أو شلت الاستعمار. اللي جه بقى يشيل هو. ودي جزئية فيها مناقشة نبقى نتناقشها سوا. لكن هو الفكرة هنا إنه مش هيصور على طول خاصة بقى خاصة إن تجربته بتاع الثورة الأولى علمته إنه بيدفع الثمن لما بيصور. مم. وانه في ضحايا كتير تجربته في الشده المستنصرية مثلا انه في ضحايا كتير بيقترن بالثوره فوضى الى ان يعود النظام مم. ما هي بالمناسبه الثوره عمل مجرم الى ان ينتصر صحيح يعني صحيح. هو عم عمل مجرم حسب وجهه نظر النظام اللي, اللي, النظام. اللي الثوره ضده لانه الدنيا بتنقلب فوضى فالنظام بيجرمه إذا الثوار نجحوا في إنهم يشيلوا النظام، النظام هو اللي بيخش السجن ويجرم وتنجح الثورة. لأن الثورة هدفها أحداث التغيير تمام. في المقام الأول. تمام لما لما التغيير ما بيحصلش مرة واحدة، فبتبقى في فترة انتقالية وقد تطول 17 سنة و20 سنة في بعض الدول. الفترة الانتقالية دي من الممكن أن تحدث فيها مشكلات كثيرة وفوضى وجثث ترمى في النيل زي ما حصل قبل كده. اه 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 واحنا شفنا بقى ما احنا شفنا اه في 25 يناير اه وشفنا اه 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 في 30 يونيو وشفنا جثث وشفنا اولادنا بينقتلوا بيتحطوا اه من فوق السطوع اه شفنا دم مش كده لكن مع الدم اللي ظهر ده وهذه الاحداث ما اعرفش برضه حضرتك اه اكثر علما في هذه المساله هل يمكن القول انه مصر لا تشهد ثورات دمويه بمعنى الـ 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 المقياس اللي ممكن تجده في بعض الثورات في مختلف انحاء العالم المصري ما هوش دموي آه ده ده المعنى اللي انا عايز يعني حتى لو كان في ضحايا آه يعني يعني هو هو مش دموي لكن هو طبعا الثورات بتشيل قدامها ضحايا شلالات من الدماء بتسيل في اي دوله من الدول يعني فرنسا عشان تاخد الدستور بتاعها آه شلالات من الدماء آه في شوارع فرنسا لكن مصر ليس بهذا القدر على مر تاريخها آه ما فيش حاجات زي, زي كده على مر تاريخها احنا شفنا يعني الدم يعني اسمح لي اقول ما هماش هم دول مصريين يعني مم. مش مصريين وعلى فكره ده عمل صدمه لانه احنا عمرنا ما سحلنا شيعه عمرنا ما شفنا المشاهد دي اه اه أولادنا بينحدفوا من فوق الاسطح بي اه دم بيسيل حد بيسحل مش ما ما مصر مش كده عمل عمليات قتل بدم بارد وحتى حتى صورتنا الشهيره مم. طب احنا صرنا ضد الوالي خرشه باشا والراجل ده نهبنا وبهدلنا العثماني ده. آه. لما سلم بعد ما حاصرنا القلعه بالمناسبه دي ثوره عظيمه جدا لانه طلع فيها وفقا للتقديرات الفرنسيه ما بين 35000 او 40000 مصري آه وهو العدد اللي بالنسبه والتناسب مع عدد السكان م. يطلع اللي طلعوا في 30 يونيو، عدد ضخم جدا آه في سنه 1805 ال لما لما كان است... قبل تولي محمد علي آه. اه, لما لما استسلم خرشد ورفع الرايه بيده ونزل من القلعه ما ما قتلناهوش م. صحيح بمنتهى البساطه شتمناه اه <applause> شتمناه وقلنا يلا روح على, على انقره م. طب ما انت عندك فاروق لما طلع فاروق ما انقتلش في دول ثانيه م... م... علقت الاسر الايه الحاكمه على على المشانق إيه ت... العراق وروسيا وفيه حاجات كتير وفرنسا مقصرة أنت ما عندكش الدموية دي أساسا وأنت بتعتبر ده ظرف استثنائي أنا مش عايز أقول بقى اللي مات مدة ربنا ده بالقلب والتاني حسني اللي قاعد فيش حد القانون بيسودها في نفس الوقت ما معندكش النزعة الدموية دي انك تروح مش موجودة عندنا م. ودي سمة على فكرة رائعة جدا في المصريين إن, ان هو ما هواش دموي عشان كده الصدمة بتاع سحل الشيعة وحرق بيوتهم وصدمة الدم اللي سال على يد هذه الجماعه اللي انا بقول انها يا جماعه ابدا يعني مم. بعيده عن اخلاقيات المصريين ربما ناتي لاحقا عمل لا عمل هذه عمل رد فعل يعني لهذه عنيف. المساله في حينها لكن اعتقد ان هذا التمهيد كان مهم جدا يا دكتور جمال نحن نستمع برضو لقراءتك دي وكانك ايضا تمهد الارض للحديث عن ثوره تمام. يوليو اعتقد أن المدخل الافضل للحديث عن ثوره يوليو يكمن في قراءه حضرتك المتانيه ايضا التاريخيه للظروف التي سبقتها هل المناخ العام كان ينذر او يهيئ لخروج الثوره ام انها جاءت فجاه دون سابق انذار لعل ده ممكن نطرحه لحضرتك بعد الخروج لهذا الفاصل القصير الذي نخرج اليه ونستكمل الحديث معك. تمام فاصل مشاهدينا ونعود اليكم واستكمال الحديث عن ثوره يوليو 1952 اهلا بكم مجددا ونستكمل معكم هذه الشهاده المهمه لثوره يوليو مع ضيفنا الكريم دكتور جمال شارة اهلا بكم مجددا دكتور اهلا جمال. بحضرتك آه بعد التمهيد الذي قدمناه لقراءه في حال المصريين مع الثورات آه ابدا معك بطرح آه ايضا هذه القراءه المهمه لحال مصر قبل ثوره يوليو عام 1952 هل هل كان هناك معطيات على ارض الواقع آه تؤشر او تنذر بانه ثم تغيير ما قادم وهل هذه المؤشرات استطاعت الاطراف المعنيه تقراها ام انه ربما الملك مثلا لم يستطع قراءه هذه الامور كيف كان الحال قبل ثوره يوليو؟ يعني شوف هو هو هنا انت يعني ممكن تطرح حاجتين الظروف الموضوعيه اللي مهدت لثوره 23 يوليو وممكن يبقى في تركيز شويه على الجيش المصري واوضاع الجيش المصري. نعم الجزء الجزء الأول ده أنت ترجع ممكن ترجع ل 1840 لأنه الثورات تقوم نتيجة لتراكم الغضب فأنت ممكن ترجع ل 1840 لما فشلت تجربة لما تم ضرب تجربة محمد علي ولما ضربت تجربة محمد علي انفتحت أبواب مصر على مصراعيها للتدخل الأجنبي هل مصر كانت في محمد علي في طريقها رياده او بسط نفوذها بشكل ربما يعني يضاهي بعض القوى المهيمنه على العالم انذاك الاجابه بنعم مم. على طول مصر نجحت اه اقتصاديا زمن محمد علي في بناء دوله لها اقتصاد معتمد على الذات وبتصدر الى الخارج وتباع محاصيل محمد علي اول ما توصل الى الاوروبيه اولا <applause> وتم مراكمة رؤوس اموال في خزانه الدوله المصريه ولذلك يعني لما نحلل لماذا ضرب محمد علي لانه عمل جلطه في الشريان التاجي للاقتصاد العالمي انت بتبيع اكتر انت بت... انت قفلت السوق بتاعك كمان ف... فانت او انشئنا الدقه دكتور نقول <applause> جلطه على حسب توصيف حضرتك في الشريان التاجي للقوى الاستعماريه المهيمنه على العالم في اقتصاديا اه <applause> كان الاستعمار الاستعمار كان بينتقل من مرحلة المزاحمة الحرة لمرحلة الاحتكار فلما هينتقل الاحتكار هيبقى في احتلال لكن الأول كان في منافسة تجارية واللي هي مرحلة الرأسمالية التجارية أنت في المرحلة دي أنت تفوقت وأنت سلع الباشا كان كده منتجات الباشا تباع أولا فأنت إزاي بقى مصر هتاخد أسواق وإزاي قافلة سوقها وبتراكم رؤوس أموال وبتبني مصر الحديثة فانضربت 1840 انفتح الباب على مصراعيه امام التدخل الاجنبي لما جت تجربه الخديوي واسماعيل انضرب الخديوي واسماعيل انفتح الباب اكثر على مصراعيه امام التدخل الاجنبي لما لما الضباط قاموا بمطالب فئويه نتيجه لتدهور الاوضاع اللي هو عربي قام بالمطالب الفئويه 1882 81 82 طبعا وبعدين مظاهره سبتمبر اللي اخذت شكل بقى ايه تضافر تضامن الشعب مع مع الجيش انضربت ثوره عرابي وفشلت لاسباب عديده جدا انت تراكم الغضب هنا 1882 ممكن تمسك الخيط من هنا انه 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 في تراكم للغضب وفي انتكاس لتجربه محمد علي والتنميه والتحديث اللي تم وفي صدمه 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 نفسيه سميها للشعب المصري عشان كده حدث نوع من انواع الايه يعني الجمود الى ان ظهر مصطفى كامل وبعث الحركه الوطنيه وده صحيح الشعب اتحرك على طول كان في محاولات لاغتيال السلطان مرتين من شباب لكن مصطفى كامل باسلوبه وطريقته بعرضه للقضيه الوطنيه على انها قضيه بتعرض في المحكمه حرك بقى مشاعر الجماهير، اشعاره، اغانيه الجميله، حركت الشعور. لم تقم آه. ثوره في وقت. لا هو هو استخدم اسلوب انه دي قضيه وطنيه زي اي قضيه بتعرض في في المحكمه، واستخدم اسلوب الصحافه ودعا للجامعه المصريه واسلوب الخطابه والاناشيد والاغاني الحلوه اللي احنا حفظناها دلوقتي، ومشي على نفس السياق اقطاب الحزب الوطني وبدات تظهر حركه حزبيه، ده بمهد ايضا. يعني ده كله بيراكم لغايه ما تنفجر الثوره الكبيره ثوره 1919. ومش عايز اقول تفاصيل كتيرة في ثوره عشر انت واخدني للجذور بس هقول انه آه الاستقلال التام او الموت الزئام لم يتم. و و ولكن احنا تحولنا الى الملكيه. واخذنا دستور اللي هو دستور 23 آه بعد التحول الى الملكيه. لكن فوجئنا ان الاستعمار مستمر فالحركه الوطنيه هتستمر فبعد ثوره 19 في تراكم للغضب رحل الملك فؤاد جاء الملك فاروق و1936 مع مجيء الملك فاروق استبشر الشعب المصري خيرا بهذا الشاب ال الوسيم الجميل اللي هيحكم مصر وفي, وفي نفس السنه دي اتنضت المعاهده آه معاهده سته اتعملت معاهده 36 معادل 36 ستة ومعاهدة ستة ومعادل 36 مليئه بالعيوب الحقيقه ولم تمنح مصر الاستقلال ولم تمنح يمنح تصريح 28 فبراير 1922 من الاستقلال وبالتالي انت عندك خط الاستعمار قائم والحركه الوطنيه مستمره باساليب مختلفه هنا هناخد بقى اسلوب التفاوض ونمشي من 23 لغايه 52 ولذلك بقى تحديدا وتركيزا في السؤال اللي انت سالته حضرتك هو لازم تقوم ثورة 52، لازم تقوم ثورة 52، كان لازم تقوم، والمؤشرات هنا على فكرة خليني أقول لحضرتك إنه النظام فشل، فشل في تحقيق الحرية والاستقلال بالتفاوض، وإنجلترا كانت بتنكر معانا فتتفاوض معانا مع كل رئيس وزراء يأتي <applause> وبعدين توقفوا عند نقطه صعبه قوي تقول يا حضرتك على الملك فاروق من اول فاروق خلينا ناخد من اول فاروق مثلا المفاوضات قبل فاروق يعني ما هو ستة 36. 36 خلينا اقول لحضرتك كان فيها عيوب كثيره صحيح هما دون كلاشيات جميله قوي صداقه والتحالف وتبادل السفراء وحد في الغاء الامتيازات الاجنبيه م. وده حصل فعلا في مؤتمر من تروح. دخلنا عضوه الامم المتحده اللي هي تبقى الامم المتحده اخذنا شويه امتيازات لكن في المقابل في ماده واحده في المعاهده سيئه جدا وخليني افتكر انه في في المعاهده من حيث لا تدري دوله الاحتلال ادت لنا خدمه كبيره قوي اللي هي ظهور الضباط الوطنيين اللي هيقوموا بثوره 23 لكن النص اللي انا بتكلم عليه واظن انه نص سبع المعاده انه آه الاحتلال موجود بقى فالنص ده بيقنن الاحتلال النص بيقول انه قناه السويس قناه مصريه ولكنها مهمه ل آه التجاره تجارة الإمبراطورية البريطانية. ما تجارة العالم. م. تجارة دولة الاحتلال. إلى أن يتم او الى ان يصبح الجيش المصري قادرا على حمايه قناه السويس فليرخص صاحب الجلاله الملك فاروق وهنا هنا تفخيم بقى صاحب الجلاله هم بيقولوا عليه البوي والولد لكن هنا في المعادله بيتفخموه فليرخص صاحب الجلاله الملك فاروق ملك مصر لصاحب الجلاله ملك انجلترا بقطعه ارض صغيره عند قناه السويس لكي يعني يضعوا فيها بعض القوات وشو بقى الدبلوماسيه والماكره انه هذه القوات يعني لا تقلل من سياده مصر على اراضيها لأنهم هيعملوا ملعب يلعبوا فيه كره قدم من ومع مم. انه هذه هذه القاعده ستكون اكبر قاعده عسكريه في الشرق الاوسط في هذا الوقت قاعدة رهيبة جدا اللي هي قاعدة قناة السويس. مم. النص ده خطير افقد المعاهدة كلها معناها. لكن المعاهدة ما احنا قلنا إلى أن يحين الوقت. مم. هيجي إمتى؟ هو هو المفروض إنه مش هيحين أبداً. آه ليه مم. بقى؟ لأنه المسؤول عن تدريب الجيش المصري هي إنجلترا. المسؤول عن تسليحه هي دولة الاحتلال برضه. فبالتالي لن تسمح إنه يكون الجيش قادر لكن على حماية. لذر الرماد في عيون المصريين وتطبيق جزء من هذا النص سمحوا بدخول الضباط ابناء الطبقه الوسطى المصريه الجيش. م. اول ناس دخلوا كان دفعه جمال عبد الناصر اللي هيقوموا بثوره 23 وكانه يقتل حذر من مكمنة انا م. كنت م. عايز اقول هذا الجمله دي يعني تمام فدي مساله مهمه جدا تراكم الغضب هيصل الى ذروة باهانه مصر في حدث 4 فبراير 1942 عندما حاصرت اه 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 ايوه. الدبابات قصر عابدين والكتاب و والمراقبين اللي كتبوا عن هذا الحادث قال لك م. انه يوم اسود في تاريخ مصر كالكلف الذي يعني في في ضوء في الشمس حاجه بضوء الشمس م. يوم من ايام العرب يعني حد قال كده ان هو زي ايام العرب السوداء يعني يوم رهيب م. انه اهينت مصر واهين ملك مصر بحصار الدبابات واكرهه على استدعاء مصطفى النحاس لتشكيل وزاره لتشكيل الوزاره الغضب بيتراكم ويعني الحادث ده هو انا طبعًا. اذا لي بس افتح قوسين لانه طبعا للاسف ممكن حضرتك اجيال من اللي بتتابع حضرتك دلوقتي ما تكونش التاريخ تاريخ مصر طبعًا. آه هذا الموقف لعله الدكتور اكد عليه مرارا وتكرارا انه الانجليز تدخ دليل على تدخل الانجليز بشكل سافر في الشان المصري طبعًا. وفرض شروطهم واملاءاتهم على آه الملك آه بتشكيل حكومه معينه برئاسه شخص معين الى اخر ده كله طبعًا. في شكل مهين بحصار دباباتهم للملك وكانوا لا حول له ولا قوه في بلده يعني كانوا ضيف شرف يعني تمام سلطه الاحتلال الملك المستبد الحركه الوطنيه ادي المثلث اللي كان بيحكم مصر طب انا يعني يعني خلينا مم. بس في طبعًا. الصوره تبقى واضحه كده سلطه الاحتلال وملك الحقيقه انا بس عايز اقف جنب فاروق شويه لانه فاروق حتى 42 حاجه محبوبه من الشعب ولعل حضرتك سبقتني هذه المره طب في طب هذه, طب هذه طب في هذه المساله طب طب لكن يقينا هنا حضرتك اشرت لنقطه مهمه ان الغضب متراكم لعقود مضت وكان لابد ان ياتي لي لحظه وينفجر فيها طب طب لعل العنوان الابرز لهذا الغضب فكره التحرر من الاستعمار تمام تمام كده ده الحلم اه المطلب الرئيسي في الشارع المصري آه. لكن فيما يتعلق بشخصيه الملك فاروق تمام ولعل حضرتك ممكن تلحظ بعض المثل هذه الكتابات في هذا التوقيت خاصه على موقع التواصل الاجتماعي في حاله حاله ما تشبه الحنين للماضي يا دكتور جمال تمرد ويذكروا محاسن كثيره يعني كانت في الامور ديت ولعل تعالوا بعض الاصوات كان مالها وقت الملكيه هاي. وهنا وهنا ظهرت اصوات من جديد تدعو المؤرخين والمتخصصين امثال حضرتك لاعاده كتابه التاريخ فيما يتعلق بالملك فاروق وحتى البعض استخدم بعض الفاظ كانصاف الرجل أو ما شابه، فما شهادتك أيضاً أو قولك لله أولاً ثم تمام. للتاريخ في هذا السياق؟ شوف حضرتك احنا آه يعني في تقييم الشخصية أنا ليس من حقي أن أنا أحكم على شخصية ولا أحكم على التاريخ حتى، لأن التاريخ بظروفه الموضوعية بياخد شكل معين. م. لكن أنا بقدم قرأتك. القراءة وبقدم المادة العلمية اللي قدامي بدون تزييف وبدون إبعاد آه لأي وثيقة م. فخليني اقول لحضرتك انه النظام فشل نظام الملك فاروق فشل خلي هتكلم عن النظام وبعدين فاروق هتكلم عنه شويه النظام فشل في انه يحقق الحلم اللي حضرتك قلت عليه حلم الشارع المصري كله الحريه والاستقلال فشل م. لما لما بالتفاوض لما فكر النظام لما 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 بالتحكيم الدولي القضية الوطنية فشل النظام أيضا في أنه يحصل على الاستقلال عن طريق تحكيم الدولة نتيجة للانقسام الداخلي ترك القضية الوطنية كلها واهتم به حاول يعالج الأزمة الاقتصادية الاجتماعية فشل أيضا اللهم إلا من الحملة القومية اللي هي عرفت ب معالجة الحفاء في مصر. طب بس هنا معلش أنا برضه مضطر أقطع عشان الأمور تبقى واضحة قدام الناس. حسن. في كثير مما نسمعه ونقرأه الآن إنه ربما كانت الحالة الاقتصادية أفضل أحسن. لا مصر طبعاً آه دول, دول دول مدينة لا لا هذا الكلام هذا الكلام هذا آه الكلام ومقارنات تعقد ما بين الجنيه وحينها والجنيه قوة الجنيه آه الآن وما شابه يعني هذا الكلام غير علمي آه و و والمقارنات هنا خاطئة لأن أنت في عدد سكان في تحولات كتيره بتحدث الامر الثاني بغض النظر عن المقارنه آه. آه. الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه بالنسبه للناس في هذا التوقيت من اسوا ما يمكن ما انا م. بقول لحضرتك المشروع القومي معالجة الحفاء م. هو 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 النظافه وال وال والذين وال وال تميزوا وتميزوا هم مين هم طبقة كبار ملاك الاراضي الزراعيه وطبقة. الرأسمالية المصرية والمتمثلة والأجنبية قشرة من المجتمع المصري هي اللي تميزت لكن أنت وأنا عجبني ولد شاب ما عاصرش ثورة 23 يوليو لما لقى في حملة بالشكل ده ما كانش في داعي للثورة وإحنا كان أوضاعنا جيدة في زمن الملك فاروق وجايبين صورة كوبري قصر النيل نظيفة وجميلة آه قوي عجبني الولد ده إنه راح جاب صورة فلاح ماشي برضو على كوبري قصر النيل قدامه عربيه احدث موديل في هذا الوقت وهو الفلاح ماشي حافي. فانت اذا اذا والله كنت منحاز لكبار الملاك والراسماليين انت هتحكم بقى حكم وده وده بيعمل بلبله يعني يعني انت انت منحاز لمن؟ قراءتك التاريخيه ريحه لمين؟ للغالبيه العظمى ولا لدول؟ آه وبعدين انا مش عايز اتكلم من اين اتت ثروات هؤلاء ده موضوع تاني كبار ملاك الارض الزراعيه ده قصه تانية لكن انا عايز بس اقول لحضرتك انه يعني لما يوصف شعب بانه حافي والاميرات تاخد الجزم بتاع باتا دي آه وتركه ويروحوا يوزعوا على الفلاحين الجزم القماش دي وضع مهين للغايه وضع سيء للغايه الحقيقه آه آه فشل في علاج الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه طب خليني اقول لك كمان حاجه انه لما لما الغيت معاهده 36 وبدا الكفاح المسلح في القناه الفدائيين م. فشل النظام في انه يقدم دعم للفدائيين وانتهى الامر بمحاصره م. قسم شرطه الاسماعيليه في 25 يناير آه. 1952 واستشهد عدد كبير من الضباط والجنود لانه ما فيش سلاح قدمه قدم لهم وقال لهم اصمدوا وخلاص وبتاع فشل الفشل ده المتراكم ده خلى حاجه بقى مهمه م. مش انا قلت لحضرتك انه في عوامل وفي دور المثقف الثوري، المثقف الثوري هنا كتب وبدأ يحرك الإيه؟ يحرك م. الشارع أو أو يفهم الناس أكثر وأكثر تمام والكتابات الكتابات م. أعدت النفوس للثورة بالفعل. لكن قبل أن نغادر هذه النقطة، قولاً واحداً في شهادتك، الملك فاروق فشل سياسياً واقتصادياً م. واجتماعياً. تمام خليني خليني, خليني أقول لحضرتك ال ال الكاتب الكبير وعسكرياً. آه طبعاً م. ما هو فوق ما هو ولما ذهب الى حرب فلسطين هزم الجيش المصري خليني اقول لحضرتك انه آآ يعني الكاتب الكبير احمد بهاء الدين لما حد كتب قال انه فاروق كان صبي مجنون رد احمد بهاء الدين بعنف بمقالة عنيفة انه لا تصفوه بانه مجنون انتوا بتخففوا العقوبة عنه مجنون بيكسر الادوات والالات والبازات في بيته وفي اسره لكن ده كان بيدوس على الدستور المصري بحذائه ودي جريمه كبرى كان ملك مستبد و ولم و و و و و و و يحترم الدستور لكن المصري الصوره الذهنيه اللي ربما تجدها عند كثير من العامه فكره الفساد الاخلاقي وال العلاقات الغير هتدخلني في ما لا لا ما هي منطقة هي لا لا ده آه بين القوسين آه هي جملة عابرة آه هل دي برضه صحيحة ولا برضه دي فيها شيء من المبالغات فيما يتعلق بشخصية الملك أنا هو البعد ده يعني هو مش محل بحث لكن ممكن يكون ليه دلالاته هو هو أتى بأفعال غريبة فاروق خلينا خلينا يعني لا انا بس أنا أنا بسالك السؤال ده يا دكتور لانه نسمع بين الحين والاخر ان الكلام ده فيه كثير من المغالطات انه لم يكن الرجل طيب هكذا طيب يعني المستشار الصحفي بتاعه كريم ثابت نشر مذكراته ومجموعه من كبار الصحفيين في زمنه نشروا مذكراتهم لما كانوا بيرافقوه وجمعت هذه الاراء فاكتشفنا اشياء غريبه تنم عن شخصيه عندها اضطراب هو كان كان مريض من الناحيه الجنسيه عنده مرض ما والوثائق البريطانيه كشفت هذا يعني الوثائق البريطانيه في رسائلها كده أشارت الى انه يجب ان يعالج ملك مصر بل بل هذا يكفي في, في هذه النقطه لا, لا 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 هو لا يكفي لكنه لكنه, <تصفيق> لكنه <تصفيق> ايه لكنه كان يتعمد انه يظهر في الصور وده مسجل بقى الصور ما تقدرش تمحيها في الجرايد والمجلات يظهر على حمامات السباحه مع البنات بالبكيني ولما يسافر اوروبا والصحافه الثائره تكتب الملك الفاجر في في وكانه هو يريد ذلك وهو يريد ذلك م. رغم انه عنده مشكله، طب تعالى خد المشكله الثانيه الملك لم يكن يشرب الخمر ولكن صوره كلها أنه هو يعاقر الخمر ملك هو كان بيلعب اماره لكن ما فيش خمر لانه عنده قرحه شديده وبرضه الوثائق البريطانية بينت لنا ان هو كان يجب ان يعالج من فما كانش مم. بيشرب هو خل... هو متعمد يصدر الصورة الذهنية دي عنه اه, آه. ليه؟ و... 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 وبلهو صبياني مم. كان بيشرب اللي هو اللي بيجيبوا له الزنجبيل مم. ويشربه في الكاس ومع الاصدقاء في نادي الصيد او نادي السيارات آه طبعا هو مش هيذكر عمره لانه بيشرب الزنجبيل آه ودي رواية مش مش وخدناها عن كريم ثابت بس خد وبالمناسبه كريم ثابت مذكراته اتلقت في صندوق مهمل ومكتوبه بخط اليد ففيها مم. شيء من الصدق مم. محدش ما املهاش على حد وانت حديث حضرتك او شهادتك آه. دلوقتي مش كلام مرسل انت برضو لا بتتحدث شهاده المؤرخ ما هو طبعا في آه. في كمان الروايات دي تم تاكيدها من اكتر من حد مم. فكان لما بيشرب النبيذ بتاع الاحمر الجنزبيل ده الجنزبيل فهو أه ما بيسكرش بس الجنزبيل مش احمر أه ما اعرفش توصل الكركديه اللي هو هو قالوا الزنجبيل يعني أه أه او بيحطه في كاس احمر او أه مش فاكر الروايه أه بالظبط لما كان بيشربه أه بيجي له من اوروبا كمان أه المشروب الخاص بتاعه الملكي ده أه ما بيسكرش لكن الحاشيه اللي, اللي, اللي معاه والوزراء بيسكروا أه فكان يرتكب معهم حماقات صبيانيه م. كتير ولو عديت الحماقات الصبيانيه دي تكتشف اشياء غريبه جدا ف ف فانت امام امام شخصيه فيها كثير من م. المشاكل لكن ده لا يعفي من مساله الاستبداد و و و و و و و يعني اهانه الدستور المصري طيب. آه. وانت و اكدت عليها وهذا وهذا آه. وهذا الفشل الكثير بقى اللي انا اشرت ليه. م. طب المثقفين كتبوا ايه بقى؟ من طيارات فكريه متعدده. لعل هذه النقطه ممكن تكون نقطه انطلاق مع حضرتك في استكمال هذه الشهاده المهمه في الحلقه القادمه من شهاده حضرتك الممتده معنا ان شاء الله، لكن ما يهمني في ختام هذه الجزئيه انه الملك فاروق كان فاشلا على كل المستويات. النظام كله. النظام كله كان فاشل مما استدعى ايضا ضروره احداث لو 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 في اي ايجابيات معنا ما ماشي ما فيش مشكله لكن م. بالجمله هو النظام ده اللي افقر المصريين النظام ده اللي ادى الى هزيمتنا في 48 النظام ده اللي اهين في الدستور النظام ده اللي سمح للسلطه البريطانيه انها تهينه في 42 الى اخره ده عظيم طيب انا يعني هستاذن حضرتك نكتفي بهذا القدر من هذه الشهاده المهمه وهي يقينا شهاده ان شاء الله ممتده معنا لحلقات آه مستمره مع حضرتك ارجو انه صدرك يتسع لينا اهلا وسهلا ونشرف بك ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله الاستاذ دكتور جمال شقره استاذ التاريخ الحديث والمعاصر مدير مركز بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبليه بجامعه عين شمس السابق شكرا جزيلا لك آه الى ان نلتقي ان شاء الله آه مره اخرى في الختام اشكركم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من هذه الشهاده المهمه حول ثوره يوليو وتبقى شهاده مستمره معكم ان شاء الله نواصلها معكم في حلقات قادمه الى اللقاء